إن هناك قاعدة أصولية تقول لو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على أحد القولين، أيكون هذا إجماعا معتبرا مع أن عصر الصحابة لم يكن فيه وفاق حول هذه المسألة؟ وكذلك الشأن في أي عصر تنازع فيه العلماء على مسألة فجاء من بعدهم من أهل ذلك العصر وأجمعوا على أحد القولين، أيكون إجماعا معتبرا أم يكون غير إجماع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يرى أنه ليس بإجماع، ومن ثم فإنه لا إجماع معتبر في هذه المسألة لو حصل، على القول الآخر أنه إجماع